بدأ صفحي 106 حلوة دي صفحي 106 سؤال رقم 1 مبدئياً هتلاقي فيها أسئلة سهلة وفي أسئلة صعبة وفي أسئلة غلط في أسئلة غلط صلحانا في أسئلة غلط صح أقولك حاجة أنت ابتديت تعرف السؤال الغلط لأن أنت فهمت عارف أنت لو مش فاهم أي حاجة ومشي نفسك يعني أنت بجيت فهم فتلاقي فيها أسئلة غلط هعدلها لك يلا نفهم والسؤال الصعب والحلو أقولك هو حلو والوحش أقولك وحش يعني اسمع دي حجمنا فار بخليط من آر وإس ده كلام فاضي السؤال ده آر مع إس إس تشتغل وآر تبقى إس والفرن تموت ده مش محتاج كلام أصلا يعني ده كان محتاج بس أنت تجراه وخلاص وعرف كده سؤال واحد ده ده نيجي بقى سؤال اثنين خلي بالك شايف سين سين خشبة أنا مش باين يعني أنزلها شوية لا مش منتج ولا حاجة يا سلام رهيب اسمع اسمع جينا تاني انت بتصورنا وبتمنتج رجعنا تاني بص سين الخشنة صاد لا احفظ شكلها من هنا ورايح انا من غير ما اقول لك طالما حواليها غلاف كده دي النعمة النعمة اللي هي اس تعال بقى نفهم الاختيارات ألف تهاجم النعمة المناعة غلط المناعة اللي بتهاجمها وما تقدرش عليها مش أنا اللي بروح هاجم المناعة اللي بيهاجم المناعة الوحيد الإيدز يبقى ألف غلط بيخليها تتهرب منها المناعة ما تشوفهاش مش أنا اللي رفلا بنفسي عشان هاجمها اللي بيهاجم المناعة الوحيد في منهجي فيروس الإيدز لكن ألف غلط بيه لا تتمكن المناعة طرف غلط هي ما تعرفش النعمة لكن سين الخشنة تعرفها سؤال ثلاثة سين وصاد القدرة على اقتراف المناعة الفطرية والمكتسبة لا سين لا صاد غير التالت دال لا يمكن سين اختراق التالت صح الخشنة لو اخترقت التالت الفار مات هي بتقدرش تموتها طبعا سؤال ثلاثة لازم تبقى عارف حاجة في تجارب التحول البكتيري اس صفر ما كانتش موجودة اصلا يعني معنى الكلام ده ألف وب ودال غلط ده معناته ان كان في وجود لاس الإجابة هي مين جي ليه بقى الار كانت موجودة من الاول وقلت والاس زادت ولاحظ حاجة الار لما قلت ما اختفتش لان مش كل ار بيتحولوا بعض ار بيتحولوا ودي اللي بسببها مش كل الفران هتموت يبقى الإجابة هي جي لان اس كانت صفر وزادت وار كانت زايدة وجنت بس مش كل ار بيجلت اس يبقى الإجابة جي ما من اثنين الإجابة دال الإجابة جي لما هو صارت عليه أعراض سين وصاد ما ينفعش صارت عليه أعراض المخاطر لا مكتسبة دايما مكتسبة يمين يا أستاذة مكتسبة يمين الثالث مش محتاج مكتسبة ايه تاني طيب يا جماعة في 70 سؤال احنا لو كل سؤال نقعد فيه كده ان شاء الله نروح بكرة المكتسبة خطفة ايه تاني ظهرت عليها اعراض يبقى اول وتاني بس وتاني ده التهاب مش متخصص ما تخلصني يا سؤال اربعة سؤال اربعة لا خالص السؤال اللي قدامك هو عايز يوضح فكرة شبيهة بمعادلة التحدي تعال احكيلك وهيربطها بالتحول فانا اقدر اقول لك ان سين النعمة موتناها حرارية طلعنا الدنيا منها دخلناها في صاد الخشنة بقيت عين هي المفروض عند الأسيل بس هنا معادلة التحاد هي عين كده شاملة مين سين وصاد طب ما هي يعني فكرة واحدة كده عين زي مين زي سين فمميتة وقاتلة فالإجابة تبقى جي الإجابة جي اللي مش محتاجة طيب السؤال بعد كده بيقول لك بكتيريا نمت في وسط غذائي في فوسفور مشع يعني ده معناته ان البكتيريا مشعة ده معناته ان الدين بتاعها مشع ده معناته ان الفيروسات اللي تطلع منها كلها تبقى مشعة لان هي طلعت بالدين المشع بتاعها طيب بيقول لك مين الغلط
طبعا ده دخول الفوسفور المشع في تركيب اغلب الفيروسات. اولا هو مش فوسفور، هو بروتين وصلنا مش لازمه. يعني انت بتكلمني حاجه، يعني دي معلومه انا من غير ما اقرا السؤال هي غلط. طيب السؤال اللي جاي ده اللي غلط. ايوه سؤال ستة، احكي لك بقى سؤال ستة. بص يا جماعه، ابتدينا التجربه بفيروس في جزء مشع، حلو. في نهايه التجربه عدد جزيئات المشعه ثابت، يبقى الاجابه الف. ده المعلومه. ابتدينا التجربه بفيروس في جزء مشع، يبقى في نهايه التجربه عدد المشع ثابت. اللي هو بقول لك حاجه، انا ابتديت التجربه بجزيء كان كام شريط؟ 2، طلعت في الاخر 100 جزيء، صح؟ خلي بالك ال 198 عاديين واثنين المخلطين، فاكر؟ هو في الاجابه. طب استنى اكملك، بس اثنين المخلطين يبقى ده معناته، اثنين المخلطين يبقى ده معناته ايه؟ ده معناته ان المشع اللي دخل في الاول هو اللي طلع ايه؟ في الاخر. طب انا لو عايز احلها فكرة تانية، وعايز اختار اجابته اللي هو عاملها اللي هي جيم، بس هتشيل كلمة مشع. جيم ممكن تبقى صح بس شيل منها كلمة ايه؟ المشع. اقولك ازاي. بص، يعني تنفع تبقى جيم زي ما مختارها بس هتشيل منها كلمة ايه؟ المشع. ايوه الفوسفور. بس بص يا شباب، انا ابتديت بالمشع اهو، بص ده المشع طلع في الاخر 100 جزيء، صح؟ المية في منهم اثنين بالمنظر ده، وفي 98 واحد كده، صح؟ دول 98 وده واحد وده واحد. لما باجي احسب نسب بعد الاشرطه، فانا بقول ايه؟ عندي 200 شريط شغال مع اشرطه، ده 100 جزيء بكام شريط؟ 200 شريط. فانا بقول يبقى ال 200 شريط هيمثلوا نسبه 100%، يبقى الشريطين المشعين بيمثلوا كام؟ يبقى 1%. يبقى انا ممكن اختار جيم بس هو بيمثل 1% من الفوسفور، مش الفوسفور المشع. يبقى الاجابه الف، صح؟ او جيم لو احنا نعتبرها صح، شيل منها كلمه المشع. فهمت كده؟ ايه؟ المفروض 100% من كلمه الفوسفور المشع. لا غلط. اللي دخلوا كده. فالاجابه الف او جيم بس شيل منها كلمه ايه؟ المشع. طيب سؤال بعد كده، البكتيريوفاج بعد ما حاجه للدنيا جهد ايه؟ جهد بروتين. الاجابه ب. سؤال 8، الشكل اللي قدامك هو عايز يعمل حاجه، عايز يقول لك ايه؟ لما سخنت الدنيا عند 100 درجه تحول الى اشرطه مفرده، مش هينفع يعمل تحول بكتيري. بس مش مقتنع بالكلام ده. ليه؟ ما انا لو بردتهم هيرجعوا تاني ويشتغلوا. ما انا البكتيريا نفسها جاتلها بالحراره وما بص. يعني هو المفروض التجربة ما اتعملتش بالحرارة، التجربة اتعملت بايه؟ بالإنزيم. فأنت تجربة اتعملت بالإنزيم تيجي أنت تعملها بالحرارة، طب ما كانوا قادرين يعملوها بإيه هما؟ بالحرارة. بس هو أنا عايز أقول لك إيه؟ لما سخنا عند 100 الأشرطة بقت إيه؟ مفردة، مش هينفع تعمل تحول بكتيري. هو نزع فترة بكتيري. إيه؟ هو فعالية المادة تحول الصفر لما رفعنا الحرارة يا جماعة، هو هل الدنيا بيبوظ؟ لا، بيبقى شريطة مفردة. ايه؟ يا باشا انا بكلمك على الدين بتاع التحول، سخنته باص؟ لا، بيبقى شريطة مفردة، سيبه يفرد، يعمل ايه؟ يرجع تاني. هيكون رابط هيدروجينات اهو. ما هو يا باشا ما عملوش حرارية. هو خلى الدين على طول حرارة. هو قال ان هو بيكسب عليه صفر، كده مش هيتحول. ايوه ماشي، صح، ماشي، مش مشكله. هو كده ماشي، الاجابه صح. ما انا بقول لك صح، غير دقيقه. ليه؟ المفروض ما يعملش كده بايه؟ بالحراره. المفروض يعمل بالانزيم، لان الحراره لما سخنت عند 100 ما تلفش، اتفكك، بردته، رجع تاني. لازم الحراره عشان يسيبه جوه. لا يا باشا، الحراره عشان نقتلها ونطلعه من جواها بس. انا شغال التجربه بحراره، انا خدت بكتيريا اس وسخنتها اتفتحت بس. سؤال 9، دي ان اي ماده ورثتها ولا جابها لك؟ مش محتاج كلام. ليه؟ كميه الدي ان اي في الخلايا الدمويه تساوي البنويه، ودي ما فيهاش حاجه. 9000 طبعا مش محتاج كلام.
8 د 10 10 اللي بنأكد فيه فكرة الانزيم عشان يشتغل لازم الدي ان اي بره. 10 بأكد فكرة الانزيم عشان يشتغل لازم الدي ان اي بره. فالإجابة مين؟ جي. ليه؟ لازم مقتولة حراريا عشان الدي ان اي يطلع براها، لان هي لو بيشتغل، طب انا كنت حطيتها على الارض بوظها، كنت حطيتها لسه بوظها مش هعمل حاجه. فالإجابة هي مين؟ جي. طبعا مش هينفع ده. ليه؟ لان لو بعد ما خلطتها دخل جواه مش هيعمل له حاجه الانزيم. يبقى الإجابة جي، لان لازم يكون بره عشان يقدر يحلله، لكن لو دخل جواه مش هيعمل حاجه. طب سؤال 11 ده سؤال تافه وتعاد كتير، احكي لك حكايته. عايز يقول لك عملنا تحول بكتيري وحطينا انزيم والتحول ما حصلش، وحطينا انزيم والتحول حصل. في الحاله اللي التحول ما حصلش يبقى الانزيم ديوكسرايبونيوكليز. التحول حصل، اي انزيم انت كنت تسال عنه بقى، رايبونيوكليز، لايبيز، بروتينيز، امايليز، اي حاجه. يبقى اذا الانزيم رقم صاد اي حاجه غير ديوكسرايبونيوكليز، لان التحول حصل. وسين هو الديوكسرايبونيوكليز. ده سؤال بتاع زمان اصلا وما فيهوش فكره جديده. نيجي بقى على سؤال رقم كام؟ 12. اسمع حقيقه علميه، اي خليه حيه نشاط الريبوسومات مش صفر. ليه؟ اي خليه حيه بتصنع بروتين 24 ساعه، تصنع انزيمات، بتنظم البيئه الداخليه. معنى كلامي ايه؟ الف غلط وجيم غلط. اي خليه حيه ما ينفعش نشاط الريبوسوم صفر، شغال تصنع بروتين باستمرار للانزيمات. ده معناته كده الف وجيم ايه؟ غلط. طيب الفيروس لما دخل خليه كانت شغاله صح، وزاد نشاطها كمان، شغلها ليه؟ خلاها تعمل بروتين اكتر. فالاجابه تبقى ايه؟ ب. لو قلنا الف غلط بدل من صفر الاجابه ب. ليه بقى ب؟ انت شايف الريبوسوم شغال صح، ولما الفيروس دخل زود شغله لحد 30 دقيقه بوظه خالص. فالاجابه ب، كان شغال الريبوسوم الاول عشان دي خليه حيه شغاله، بعد ما الفيروس دخل زاد الشغل، عند 32 دقيقه فجرها ومشي، فالشغل وقف. فالاجابه هي مين؟ ب. جيم لو مش بدأ من الصفر تبقى ليه؟ جيم لو مش بدأ من الصفر تبقى ليه؟ طيب السؤال بعد كده، عند اثبات ان الدي ان اي والماده الرئيسيه تم استخدام ديوكسرايبونيوكليز وانزيم محلل بروتين، الانزيم الثاني ملوش لازمه اصلا، محطوط كده وخلاص، اصلا الانزيم الاول. طب ايه اللي هيحصل؟ عدم تحول ار الى اس. ليه الف ما نفعتش؟ لان في التجربه مش كل الدي ان اي اتحلل، ما في ار كانت حيه لسه قاعده. اللي باظ بس اللي كان بره بتاع مين؟ الاس. لكن بتوع ار انا ما رحت لهم ولا حاجه، ولو حطيت الانزيم عليهم ولا حاجه، مش يدخل جوه الخليه. يبقى الف ما تنفعش. الاجابه الصح هي مين؟ جي، عدم تحول ار الى اس. طب المعلومه الوراثيه يتم التعبير عنها بالقواعد النيتروجينيه. ايوه، ما جين نيوكليوتيدات والنيوكليوتيدات قواعد تربطها روابط هيدروجينيه ثبات. طبعا ما سبب الثبات الوراثي وجود نسختين من المعلومات الوراثيه على شرطين واللي ربطهم روابط ايه؟ هيدروجينيه. فالعبارتين صح. السؤال اللي قدامك، جبنا فيروس حطينا في غلافه نيتروجين مشع، ملوش لازمه من قبل ما نكمل. جبت فيروس حطيت في غلافه نيتروجين مشع من قبل ما ابدا، ملوش لازمه اللي عملته ده. والبكتيريا كانت مشعه من قبل ما ابدا. بيقول لك بعد ما عملت التجربه ايه اللي يحصل؟ الاشعاع ثابت. فالاجابه تبقى ب. هقول حاجه بقى، الاجابه ب، لان اللي انا عملته في الفيروس ملوش لازمه، هي اصلا شغاله. طيب هزود حاجه بقى، هو قال لك حطيته في الغلاف، هو قال لك انا حطيت النيتروجين في الغلاف، يبقى ملوش لازمه. لكن لو حطيته في الدي ان اي يبقى ليه لازمه. بص بقى، هفترض بقى ان السؤال هو هو، بس قال لك حطيت المشع في الفوسفور بتاع الفيروس بالاضافه ان هو جوه، هتبقى الاجابه ايه؟ لا غلط، الاجابه تبقى كده. يعني مفروض لك اهو ان انا لو نفس التجربه هي هي، بس كان محطوط في الفوسفور، فاللي جوه زي ما هو يزيد عشان اللي بره هيزيد عليك. يعني لو نفس السؤال بس بدل نيتروجين مشع حطيت فوسفور مشع، والبكتيريا زي ما هي،
يبقى بتاع البكتيريا ثابت وهيزيد عليه بتاع مين؟ بره. بس خلي بالك هيزيد ويزيد. ايوه اصل هو يزيد منين؟ هم دخلناهم زياده وخلصت. وصلت؟ يبقى اذا لو انا كنت مستخدم فوسفور مشع في الفيروس بالاضافه للفوسفور المشع في ايه؟ بكتيريا، كان يبقى المنظر كده. يزيد بعدين يعمل ايه؟ يثبت. هزود اشعاع تاني منين؟ الزياده دي اللي خدها منين؟ من الفيروس. بس بعدين تثبت بقى الاثنين على بعض. طيب السؤال اللي بعد كده، قطعنا البلينارية انقسام ميتوز نسخه طبق الاصل تظل ثابته. دي الاسئله السهله. سؤال 17، تتساوى كميه الدي ان ايه في الف غلط اتنين نون ونون جيم غلط الرايزوما دي الجذر بتاع النبات الجرثوم الاثنين نون والجرثومة نون يبقى جيم غلط وده الغلط اللي جابه بيه الهيفا هي الحوامل الجرثومية فطر عفن الخبز كل حاجة في نون جرثومته نون حوافظة نون حوامل نون جذر نون كل حاجة نون مش قلناها يا أخي حصل والهيفا دي الحوامل الإجابة بيه ليه ما تنفعش الأخيرة غلط إزاي البويضة وإزاي الضفدع يعني واحدة نون وواحدة نون لا غلط قال البيك لازم نعمله تضاعف يلا بينا مكسب ميتوز طب لما تضاعف مش هتيجي تاني لما تفسير سؤال 18 في الشكل المقابل بعدين كده مكتوب ادي بص الوجه من البيت هنا ايه سته يلا بينا سؤال 18 بص يا جماعه اربعه غلط ما فيهاش كميه عشان دي مين وواحد غلط عشان دي الرصب اللي فيها اي حاجه غير لا سته صح يا استاذ اي حاجه غير اربعه وواحد صح بص اي حاجه غير واحد واربعه صح لان ده كله بروتين يا ست واحد ده الراس الكامله يبقى شامله البروتين بالدين مين المحور كله بروتين اي حاجه غير واحد واربعه صح فالاجابه هي مين ده سؤال بعد ما مدى صحة العبارتين التاليتين؟ الخلايا الجسدية ذات الوظائف المختلفة في نفس الكائن الحي لها محتوى مختلف من الجينات ولكن تتفق في الدي ان ايه خد عندك الخلايا واحدة في الجينات وواحدة في الدي ان ايه تختلف مين الجين اللي شغال ومين اللي مش شغال لكن الجينات في كل الخلايا بس مش شغالة في كل الخلايا مخبيينها بالبروتينات غير الانسولينية التنظيمية يبقى الجينات شغالة لا الجينات موجودة في كل الخلايا بس مش شغالة في كل الخلايا يبقى العبارتين الأولى غلط والثانية صح كمية الدي ان ايه ثابتة في كل الخلايا وكمية الجينات ثابتة في كل الخلايا أيوة مش خلايا جسدية دي في كل جيناتك لكن مش كل الجينات شغالة في كل الخلايا ده يبقى خلية البنكرياس يعني فيها كل الجينات بس شغالة الانسولين سؤال بعد كده سؤال تافه كم دي ان ايه في 23 جزء؟ طب العظم والغضروف كانت بعض اجابه ثلاثه طبعا اكملي بس السؤال ال 111 من تحت كان يبقى صعب لو جابوا بالجدول اللي هي الخلايا الناتجه من الميوز الاول مع الجسديه كان يبقى كده صعب فاهم؟ يعني كان يبقى صعب لو جابوا اي خليه ناتجه من الميوز الاول بيقارنها بجسديه ده اللي جبناه في امتحان قبل كده لكن لو قدامي ده سهل اصلا انت عارف ان كل الخلايا الجسديه كميه مالها واحده عايز ايه بقى؟ كتير فين بتكلمي فين؟ سؤال كام؟ 19 سكتوها سؤال 22 بص اي خليتين في جسمك فيهم نفس كميه الدي ان ايه لكن اي خليتين مش شرط نفس البروتين
نفس الدي ان اي لكن مش نفس البروتين. البنكرياس بروتينه كتير 24 ساعه بيطلع انسولين ويخزن، لكن الجلد مش النهار كله بيطلع انزيمات. فالاجابه الصح هي ب. كد بعض في الدي ان اي مختلفين في البروتين، وبروتين البنكرياس اكتر من بروتين مين؟ الجلد. بصراحه بص السؤال ده فيه معنيين، يعني انا مش عرفني ان الجلد بروتينه اقل من بروتين البنكرياس، يعني ممكن في حته جدل كانوا ما بيقولوش على بعض. لا انت بتجيبها في حته اللي هم بيساووا بعض اصلا. هجيبها في الدي ان اي فاهم؟ بالاستبعاد. لكن انا كمعلومه ان بروتين البنكرياس اكتر مش عرفني. خلاص؟ سؤال 23. سؤال 23 خربان. اقول لك ليه؟ اسمع، هو عايز يقول لك ذاكر الجدول، ذاكر الجدول، وانا هعمل سؤال بس سؤال باظ مني. اقول لك ازاي باظ مني دلوقتي. بيقول لك في بدايه الانكسار، يعني ده معناته ان كل حاجه تبقى الدين بتاعها ماله متضاعف. تعال نحكي خلية بيضية أولية، فاكر دي اللي بتاعت اختزن القدر من الغذاء، دي اللي هتعمل ميوزي أول. فالمفروض 2.92، دي غلط. مش 46؟ طيب، خلية بيضية ثانوية. نون بس كانت ثنائية، تبقى كام؟ 46، دي غلط. جرثومية أمية 2 نون كانت بتعمل ميتوزي، 92، دي غلط. جسم قطب نون 46، دي صح عشان الواحد يتنفس، صح؟ ليه غلط؟ هو انت بتقولي في بدايه الانكسار اصلا ده ناتج من الانكسار. انت ازاي تقولي بدايه الانكسار؟ طب ما انا اللي خلاني اختار ده، انا كنت اختار الاولى. ما هي البيضيه الاوليه او الجرثومية الاميه. طيب كنت اختار جين يعني. يعني انا ليه ماشي شويه بدايه الانقسام وشويه بعد الانكسار يعني فاهم؟ فالاجابه بتاعت ده مش مظبوطه. غير كده انت قلت لي قطب، مش عرفني قطب اول ولا ثاني. انت قلت لي اول، طب انا ممكن اقول لك ثاني لان هما الاثنين جوا بعد ايه؟ بعد الانكسار. ايوه ده القطب الاول، القطب الثاني كان 23 اللي هو نون و23 اللي هو مفيش ثاني مره. ايوه فهو عايز يقول لك احفظ جدول وانا احط اي سؤال. خلاص؟ او بصوره اخرى احنا لما جبنا اسئله عن الجدول ده جبناها افضل من كده. فاهم؟ يعني لما جبنا اسئله في الجدول كانت افضل من كده، لو مين بيساوي بعض في الكميه في المجموعه الصبغيه. خلاص. طب سؤال 24. الطلبة حطوا نيتروجين مشع، مش هبقى عارف مصدره بره ولا جوه عشان نيتروجين داخل في تركيب البروتين والديني. طبعا فاكر لما شرحنا زمان قلنا ده يحصل لو كربون او اكسجين او هيدروجين او نيتروجين. ساعتها لما قلت لك التركيب الذري للاحماض الامينيه والتركيب الذري للسكر والقاعدة النيتروجينية، كان هو بقى بيدور على حاجة هنا بس وهنا مش هنا. فلقى ان الكبريت في الاحماض الامينية بس، ولقى ان الفوسفات او الفوسفور في الدي ان اي بس. فهمت؟ مش كده قعدت اقول لك ايه لو كربون ولا اكسجين ولا هيدروجين. الهيدروجين ما ينفعش موجود في الاثنين. يعني الاجابة ده طبعا طيب. سؤال 25، اكتب لك الترتيب وبعدين نبص على السؤال. بص يا باشا، خد الترتيب من الصغير للكبير. 25 خد من الصغير للكبير، قاعده نيتروجينيه. انا بكتب، انت اكتب 25 من الصغير للكبير، قاعده نيتروجينيه. نيوكليوتيدا خالص يا عم، استنى يا عم. طيب خد الترتيب اللي بقوله، من الصغير للكبير قاعده نيتروجينيه، بعدين مين؟ نيوكليوتيد، بعدين جين، بعدين شريط. ايوه الجين على شريطين بس الشريط اطول منه. بعدين جوزيف. ايوه بعدين كروموسوم، بعدين نواه. لو انا بنت الاحجام، قاعده نيوكليوتيد جين شريط كامل جوزيف كامل كروموسوم نواة. بس هو السؤال هنا بيرد الأحجام، الإجابة بتاعت طبعا اليمين جيم. بس سؤال مش دقيق، أنا مش عارف من مين كبير ومين صغير. أنت بتاخد أي أحجام ويقول ده كبير ولا صغير؟ بتحل بسرعات بس. عادي الكبير والصغير، يعني أكيد رقم واحد الجيم مش أربعة
كروموسوم اكبر منه يبقى واحد غلط كده بقى. ولا اقول لك ايه ده مين قال كده؟ نبلش ما ينفعش يا ستي. الاجابه الصح جيب ان واحد الدي ان ايه وثلاثه النيوكليوتيد. سؤال رقم 26 بص بقى بيقول لك الاعمده بتعبر عن مكونات الدي ان ايه. ركز يا شباب بص بقى اسمع يا حسين عليك ما قالب غلط. ليه بقى؟ لو أدرين وصايمين يبقوا كدوا بعض يبقى ألف غلط. ب تنفع لأن عدد السكر يساوي الفوسفات يساوي القواعد النيتروجينية يساوي النيوكليوتيدات. يعني ب تنفع حتى الآن إن هما الاتنين مالهم كدوا بعض. تعالى لي على ج غلط كان بيورين وبيرميدين. يعني ج عشان تبقى صح يبقى بيورين وبيرميدين. حلو دي؟ د د لو ما بصيتش على النسب المئويه فهي صح. اللي خلى ده الغلط ان في اتنين بنسبه 100% بل اتنين تنين صفر. يعني د هو بيقول لي ان القاعدتين بيساووا بعض واتنين بيساووا بعض هو صح بس عشان في اتنين نسبتهم 100% بل اتنين تنين مش موجودين. يبقى د من غير ما ابص على الرسمه هي صح لكن لو بصيت على النسب هي غلط. ليه؟ لان انا كده خدت اتنين منهم نسبتهم 100%. طب ازاي اتنين 100% والاتنين التانيين يبقى صفر؟ يبقى ده الغلط. الاجابه الصح هي ب. سؤال سهل خالص طبعا. القاعده النيتروجينيه ذات حلقه وعامله ثلاث روابط يبقى سايتوسين. صايمين ازاي؟ سايتوسين. طيب اخر سؤال ده سهل ده حقائق علميه ده بيساوي بعض سواء بعض كلهم صح. ايوه سؤال 113 كلهم صح. ده سؤال 113 صح 113 ايوه ده. انا لو جبت واحد في الشارع هيحل. تعال لي على سؤال 29 بيقول لك ايه؟ جيم في 54 نيوكليوتيد. سؤال 29 جيم في 54 يعني 27 يمين 27 شمال يساوي البيورين يساوي البيرميدين ومش محتاج بقى معطيات المسألة. 54 يبقى 27 يمين و27 شمال و27 بيورين و27 بيرميدين والمسألة خلصت. اللي هو عامله هو مش غلط لو قعدت تحل بيه هيطلع صح بس ضيعت وقت. هيطلع صح اللي هو انا لو خدت العميل روابط ثلاثيه يبقى هجيب العميل روابط ثنائيه واجمع البيرميدينات هتيجي بس ضيعت وقت ضيعت 10 دقايق في هذه المساله. كنت ممكن تشوفها من الاول اصلا الجين على الشرطين بقسم على 2 يبقى البيورين يساوي البيرميدين يساوي كام؟ 27. السؤال اللي بعده اعطيك الاي والجي في جوزين بتضربهم في 2 وتجمع الاي بيساوي التي مضروب عددهم في 2 والجي بيساوي السي مضروبين في 2 واجمع يطلع 2000. ألف بيه. سؤال ألف بيه ده هيطلع عدد كام؟ 2000. سؤال 31 الشغل على انزيم البلمره. اسمع يا استاذ رسم لك التركيب الكيميائي للنيوكليوتيد. من زمان رسمناه في اول حصه الدي ان ايه اصلا. قعدت ارسمها لك بقى كيمياء والعيال قاعد يقولوا ايه ده بيشرح لنا كيمياء وتشرح لنا كيمياء ليه والكيمياء مش في الكتاب. اديك شفت الكيمياء. بص بقى الكيمياء دلوقتي انا عايز اركب النيوكليوتيده الجديده على القديمه. قلت لك انزيم البلمره يمسك الجديد امين الفوسفات ويركبه على رقم كام؟ 3. 3 اللي هي مين في الرسمه؟ بي. 3 اللي هي بي يا استاذ. طبعا سي ودي القاعده النيتروجينيه ودي قاعده ذات حلقتين يبقى تنفع تبقى ادينين او مين؟ او جوانين يعني. يبقى دي ادينين يا جوانين. طبعا انا مش عليا مفاضله ما بينهم. دي ادينين او جوانين خلاص؟ ورقم بي دي هي الكربون رقم كام؟ 3. مش فاهم ايه؟ الرسمه دي اقول انا تاني عشان نخلص من الناس دي. دي التركيب الكامل للنيوكليوتيد. الشكل بي دي الكربون رقم كام؟ 3. الراجل بيقول لي كده دي اللي انا حاططها في الاول 5 لبره
وثلاثة من تحت. هركب واحدة جديدة. الجديدة لما هاجي اركبها على ديلة وشي اركبها فين؟ اركبها على رقم ثلاثة. النيوكلوتيدة الجديدة لما بربطها بالنيوكلوتيدة السابقة بركب فوسفات الجديدة على الكربون رقم ثلاثة في السابقة. ده شغل انزيم البلمرة. شغل انزيم البلمرة بيركب الفوسفات على رقم ثلاثة في الكربون ايه؟ السابقة. فاكر؟ ما لا ده انا والله والصفورة تشهد عليا. ده انا قعدت يمكن ساعة عمال اشرح في الفكرة دي. واقول لك ايه؟ رسمت النيوكليدة كاملة. وقعدت اقول لك الراجل لما يجي يركب يمسكها من الفوسفات اللي ركب على خمسة في ثلاثة الجديد. فهو هنا جايب لك اللي ركبها في الاول. هيركب الفوسفات كان لسه جايبها على ثلاثة اللي هي برقم كام؟ بي. طيب سؤال 32 الاجابه الصبح عمال اقول بي. يلا طيب سؤال 32 س ص ض ع ل. هو بيقول لي ان دي حاجه مشتركه يعني. هو عطاني معلومة قال لي السين ربطة ثنائية يبقى ده معناته واحد أو اتنين A أو T. يبقى ده معناته اتنين A أو T. وراح قال لي رقم أربعة ذات حلقة يبقى لازم اتنين تبقى ذات حلقة يبقى اتنين T يبقى أربعة C. يبقى أنا كده يبقى واحد A يبقى واحد A واتنين T واربعة C يبقى ثلاثة G. خلصت. الإجابة الصح تبقى ألف. الإجابة الصح ألف. سؤال اثنين ثلاثة وثلاثين. طيب ثانية واحدة. يلا بينا يا جماعة. سؤال ثلاثة وثلاثين. بص. سؤال 33 هتحله ببساطة لأنك لو دخلت في التفاصيل المعقدة السؤال غلط. ليه بقى؟ بص أنت عطيني نسب قواعد نيتروجينية على شريط صح؟ إزاي تديني نسبة مئوية لقاعدة نيتروجينية على شريط وأنت فرض إن هو 50%؟ فاهم؟ يعني إزاي تقول لي إن الدي على الشريط 12% في 50؟ ما تجيش. المسألة دي بالظبط كانت في مسألة زيها في المذكرة اللي هو كنا نفرض ان الشريط كله 100% واروح الشريط الثاني 100% واجمع الاثنين واقسم على 2 عشان المسألة تتظبط. فالمسألة انا اول ما ابتديت احلها بحلها على هذا الاساس لان انت لو قلت لي النسب دي على شريط واحد يبقى المفروض فرض الشريط كام؟ ب 100%. فاول ما انا ابتديت احل كده المساله مالها باظت. امال هو حللها ازاي؟ قال لك بص شريط واحد الدي مثلا ب 20 يبقى قصادها الايه ب 30 ومش عارف ايه. طب ما انت ما ينفعش تجيبها كده على طول او ما ينفعش تبقى المساله مالها مش مظبوطه. المساله دي الصح بتاعها هو اعتبر ان الصح بتاعها هي الاجابه ده. المسألة دي عشان تبقى مظبوطة هيعتبر ان هو الفرق 51%. طيب هو اعتبره فعلا 50% ما كانش ينفع يبقى راس السؤال كده. راس السؤال بيخليني اعتبر ان الشريط كام؟ 100%. انت ازاي تقول لي دي نسب القواعد النيتروجينية في شريط؟ خلاص اسمع. ازاي دي نسب القواعد النيتروجينية في شريط؟ وازاي تفترض ان هو ماله 50؟ طالما دي نسب في شريط فتبقى كام؟ 100. زي المساله اللي حليناها كنت عاطيك شريط قلت لك الاي والدي والجي والسي. كنت قلت لك ايه ساعتها؟ كنت قلت لك ده شريط نسبه الاي ب 15% ودي مثلا ب 20 يبقى كام؟ 35 ودي ب 15 50 ودي ب 50. ساعتها كنت عامل كده كده كنت فرض ان الشريط بكام؟ ب 100% ورحت جبت اللي بيكمله التاني هيكون كام برضه؟ 100%. فاقول ان الاي بيكملها دي ب 15 والدي بيكملها ايه ب 20 والجي بيكملها سي ب 15 والدي بيكملها جي بكام؟
ب 50 واجمع جي دي مع دي يبقى 50 ب 65% فاهمين؟ واجمع السي دي مع دي 65 والاي دي مع دي 35 ودي 35 بعدين بقسم على كام؟ على 2 لان هو فرض 100 وده 100 هو بالسؤال اعطيك شريط ويقول لك دي نسبه مئويه وهو فرض كام؟ 50%. طب انا ازاي وانا اعرف منين انت شغال على نص الشريط عشان انا افرضه 50%؟ انت لو حلتها على طول مباشر جت اللي هو هنا يجي مصادر دي وهنا جي وسي وساعتها كان الجزئين كله على بعض يطلع كام؟ 100%. بس صياغه السؤال ما كانتش هتعرف تخلينا نعمل كده. ليه؟ لان انا صياغه السؤال على طول اول ما يقول النسبه مواد شريط يبقى الشريط 100%. دي المساله اللي احنا حلينا زيها قبل كده. طيب الاجابه طبعا قدامك ده عشان تحلها ببساطه. السؤال اللي بعد كده مين يعبر عن الارتباط الصح؟ تعال نمسك الف غلط. ليه الف غلط؟ بص فوسفات راكبة على 5 وراكبة على 3 دي غلط، دي نيوكليوتيدة واحدة، دي نيوكليوتيدة واحدة وبايظة أصلا. طيب ب غلط عشان في OH حرة، ال OH اللي راكبة على الكربون رقم 5 ما بتكونش حرة، بيكون عليها فوسفات، بيبقى راكب عليها فوسفات في الهيكل، هو كده سيبها زي ما هي بتاعت السكر، يبقى ب غلط. ده الغلط ليه؟ مركب مكان القاعدة فوسفات، شايف الفوسفات اللي راكب مكان القاعدة؟ دي غلط. الإجابة الصح جي فعلا، ده هيكل سكر فوسفات وادي الفوسفات اللي مرتبط بخمسة وإيه؟ بثلاثة. ده الشكل يا جماعة بتاع سي أو بي أو سي، أبص عليه سي أو بي أو سي. يلا سؤال 35، الشكل اللي قدامك نموذج فرانكلين، عرفته منين؟ ما هي دي رسمة تقنيه حيود أشعة إكس. التقنية طبعا اعطتني ألف ب وجي واتسون وكريك دال ابحاث العلماء اللي اكتشفت الدي ان اي بتاعت التحول البكتيري جريفيس والكلام ده. الاجابه طبعا ألف تركيب بنائي شكل فراغي، ب وجي واتسون وكريك دال اعمال العلماء بتوع اول مرحله. طبعا هي الرسمه اللي قدامك بتاعت مين؟ فرانكلين. فالاجابه هي مين؟ ألف. سؤال 36، اعطيني شريط هتجيب التاني وتجمع زي دي بس هنا بايه؟ بالنسب. هنا بالنسب قدامك بايه؟ بالاعداد. فتطلع الايه في الشريط التاني ب 35 وتجيب 33 وتسيب 40 وتجيب 20 تجمع تطلع الاجابه ده. او عارف ممكن تعملها بطريقه اسهل، اجمع الايه والتي على بعض وجي والسي على بعض يطلع الايه بكام وجيب كام. ما انت لو جمعت الايه والتي على شريط ما هيتساوي الايه والتي على شريطين، يبقى انت ممكن تجمع الاي والتي والجي والسي هيديك عدد الاي اللي يساوي عدد التي ويديك عدد الجي اللي يساوي عدد ايه؟ السي اللي جبتها على طول. سؤال 37، كم عدد مجموعات الفوسفات المرتبطه؟ طيب اسمع دي مرتبطه يبقى اللي في النص تضرب على 2 من العدد الكلي وجاي لك 250 بيورين يبقى 250 بيورين يبقى العدد 500. 250 بيورين يبقى 250 بيورين يبقى العدد 500 تروح منهم 2 يبقى 498. سؤال 38، اكتشاف فرانكلين رسم نموذج مقبول واتسون وكريك. قلت لك اول اللي اكتشف فرانكلين اول اللي رسم واتسون وكريك. مش هو شيء جد هي واحد اكتر من واحد مش اللي هو اثنين. اه بس ازاي جاي هنا مستوى اكتشاف تركيب التركيب. لا هي جالت القطر ده لان هو اكتر من شريط. ما جالتش ان هو مزدوج. وصلت؟ بس احنا هنا بنبدا هو بيقول لك الفضل في اكتشاف ان هو كده. هي اللي بداته. قطر اللولب ده لان هو اكتر من شريط. اكتر من اي؟ الاجابه دال فرانكلين. سؤال 39، اسمع بيقول لك كام انزيم في الشكل؟ نفهم مع بعض. طيب اولا دي عمليه تضاعف، فهمت بقى؟ الانزيم المثلث النازل لتحت ده لولب بيكسر رابط ايه؟ هيدروجين.
بعدين انت شايفني ببني يمين وشمال، يبقى مين اللي شغال؟ والمرأة. مكمل دي كده؟ بس بص، في واحدة يورك بغلط. الشريط اللي على اليمين في يوم عايزة محتاج كده ربط، يبقى كام انزيل؟ ثلاثة. لأن الرسمة الربط مش باين، بس عشان في واحدة غلط هو بيسألك يقول لك كم عدد أنواع الإنزيمات اللي هتعمل في العملية دي؟ احنا معتبرين الربط إصلاح فعلا. فالعملية اللي قدامك محتاج كام انزيم؟ ثلاثة، لأن الربط مش باين في الرسمة. هو باين في المرة اللي بيبني واللولب اللي بيفتح. الربط جبته عشان في واحدة بايظة. وعشان في شريط تاني ربطه. ما هو بص الشريط التاني بس أنت ما شفتوش هو بيربطه. بس هو لازم في ربط فعلا، بس برضه عشان في واحدة بايظة. سؤال بقى، قطعة دي ان اي فيها 5000 أكسجين، اقسم على 4. ليه؟ أنا فيها سكر في 5000، اقسم على 4 أجيب عدد السكر. فأنا لما قسمت على 4 لقيت إن عدد السكر 1250. يبقى هو السؤال ده مبني على فكرة إيه؟ جايب لك إن الجوزيه فيه سكر في 5000 أهي. السكرية الواحدة فيها كام؟ 4. هقسم 5000 على 4 يبقى 1250 نيوتن. أنا عايز أحسب الـ A والـ G والـ C والـ D عشان أحسب عدد الـ A والـ T عشان أضربهم في اتنين وأجيب عدد الرابط إيه؟ الهيدروجين. طيب تعال نفهم بس، هو عاطيك الـ G، الـ G بكام؟ طب ما بص ما دي 14، يبقى دي 14، يبقى دي 36. 100% دي سهلة. طيب أنا محتاج أحسب عدد الـ A او التي عشان اضرب في كام؟ في 2، لان احنا عايزين نحسب عدد الروابط الهيدروجين الثنائي. فبص بقى بعمل ايه؟ بقول كده 1250 بيمثلوا نسبه 100%، صح؟ يبقى ال 36% كام؟ هيطلع ال A يساوي T يساوي 450. ايه؟ عادي اديك العدد راحوا هي يعني. هو لو استخدم ال 14 وجاب بس هتقدرش تكسب تاني، كلهم يودوا نفس الحاجه. طيب عدد ايه سو دي سو كام؟ 450. انا عايز الرابط الثنائي اللي اضرب في 2 يبقى 450 في 2 بكام؟ 900. المساله عاديه بس الصعوبه في اولها، بس باقي المساله سهله. يعني كده يقول لك العدد كله 250 في كام رابط ثنائي؟ سهله خالص بقى. كل ما الميالي خطا ما عدا كسر الروابط الهيدروجين دي عمليه طبيعيه اصلا بتتم بنزين اللولب. طيب سؤال 42، مين الشكل اللي بيعبر عن الفضاء؟ بص ألف غلط وبه غلط. ليه بقى؟ الطرف الحر 3 يبقى باستمرار للداخل و5 للخارج. انت بقى شكك بين جيم وايه؟ وده. بص بقى شباب، لما باجي اعمل عملية تضاعف لازم الجزيء لو دفلته على بعضه يتكامل. هو كاتب لك هنا دي دي مثلا، واللي بانيه جديد كاتب عليه ايه ايه، يبقى ده معناته ان القديم كان فيه مين؟ تي تي. ازاي تي تي كانت متقفله على دي؟ يبقى ده غلط كده. ليه؟ لان لازم الجزيء نفسه لما كان مقفول كان متكامل. هو راح عامل لك اللي مبني جي حط لك هنا ايه؟ يريد الجانب القديم كان فيه مين؟ تي تي. غلط طبعا، ما كانش تي على تي تي فوق. يبقى ده غلط، يبقى ده غلط. لازم يبقى هنا ايه ايه؟ يبقى ايه على الجانب اصلا؟ عشان لما كان قفل كان جه يقصد مين؟ تي تي. فده الغلط. الاجابه الصح مين؟ جيم، وده المظبوط. سؤال 43 سهل طبعا. 2 نون تبقى 4 نون و4 نون تبقى 2 نون. بس السؤال كان المفروض يبقى كده. بص كان المفروض يبقى ازاي؟ هنا 2 نون وهنا 4 نون، صح؟ كده كده كده. طيب يعني ايه الكلام؟ طب هنا الاختيار اللي عندك. يعني المفروض لما يجي يرسم العلاقات البيانيه ما يبداش في كل مره من الصفر. ازاي؟ هو مره 2 نون بدا من الصفر ل 4 نون،
أربعة نون بدأ من الصفر وفضل ماشي أربعة نون. أربعة نون اتنين نون بدأ من الصفر ونزل غلط. في فرق إيه؟ زمني. يعني مش كل مرة ببدأ من زمن صفر وأكمل. يعني لو كان عايز يجيبها زي ما عندك كان يعمل الوصف. رسمة يحط فيها دي بس. الرسمة التانية تبقى دي بس في النص هنا. والرسمة التالتة تبقى دي في الآخر عشان تبقى الرسمة مظبوطة. لكن الرسمة اللي عندك أنا كده بديهم كل مرة أبدأ من الصفر، طب إزاي تضاعف كل مرة؟ أبدأ من الصفر. بحيث يبقى الرسمة كلها ورا بعضيها عند نفس الفرق الزمني. فهمتها؟ هي طبعا الإجابة مش تنفع غير إن أنت اخترتها، بس كانت تبقى أدق اللي هي تبقى بالمنظر ده. الإجابة اللي هي مين؟ جي. 44 عند بدء انقسام الخلية يتطلب وفرة من النيوكليوتيدات. طب أكملها بقى. ليه مش قواعد نيتروجينية ولا سكريات؟ حتى لو أنا كاتب لك سكر ديوكسيد بوز، خد المعلومة. لما باجي اعمل تضاعف النيوكليوتيدات بتيجي جاهزه كامله، انا ركب بس. النيوكليوتيدات تصنع في الكبد وتتبعت للخلايا، فانا في التضاعف مش لسه هبنيها من الصفر، هي جايه جاهزه. فعشان كده ما كانش ينفع اختار قواعد نيتروجينيه ولا سكر ريبوز او ديوكس ريبوز، انا مش هبداها من الصفر، هي جايه جاهزه بركبها. يبقى اذا في التضاعف انا عايز النيوكليوتيدات وانزيمات وطاقه، لكن مش عايز اللي بيكون النيوكليوتيده. النيوكليوتيده جت جاهزه، اتبنت فين؟ في الكبد، وكل مكوناتها صنعت في الكبد. يعني اقدر اقول لك القواعد النيتروجينيه بتتصنع من الاحماض الامينيه، والسكر الديوكسريبوز بيتصنع من الجلوكوز، والفوسفات من الحيوانات اللي انت بتاكلها، السمك مثلا. طب اهو ده كله بيتصنع فين بقى؟ في الكبد. نلمهم ونعمل بيهم ايه؟ النيوكليوتيد وبعد في الدم اللي عايز. وصلت؟ يبقى الاجابه الصح هي ب، ولو عايز تزود تحط انزيمات وطاقه. ب زائد انزيمات زائد ايه؟ طاقه. سؤال 45 انزيم اللولب واحد من اتنين نون بيجيت اربعه نون. سؤال 46 ده تكاثر، الاجابه ده خليتين نسخه طبق الاصل. ده الانقسام الخلوي لان حاله التضاعف في الدي ان اي وانقسام السيتوبلازم عايزين بس نفصلهم، يبقى الاجابه اليمين ده. اخر سؤال صفحه 219 احنا عاملين مكالمه مع انزيم المرمره. تعال نشوف. يربط سكر النيوكليوتيد الحره مع فوسفات الجديده. سكر مع الفوسفات غلط، فوسفات مع السكر، يبقى دي غلط. ب هي صح. يربط فوسفات الجديده مع السكر القديمة. طب ايه صح؟ جيب لي غلط. خمسة لتلاتة مش تلاتة لخمسة. ده اللي غلط. يزاوج الأول بعدين يربط تساهم. مش يربط بعدين يزاوج. فالإجابة الصح هي ب. يا جماعة حقيقيات النواة بتبني أسرع في وقت صغير. ليه؟ في بنايين كتير وفاتحها كتير. فالإجابة هي مين؟ ده. سؤال 48 ليه معدل البناء في الثانية في الحقيقيات أكتر؟ لأن أنا فاتح مواقع كتيرة. ليه مش به؟ تحتوي خلايا الإنسان. هو هل إحنا قارنا السرعة في الحقيقيات إن في إنزيمات سريعة؟ هي نفس الإنزيمات. لا مش نفس الإنزيمات سرعة. بس يا جماعة إحنا في منهجنا بنقول إن إنزيمات التضاعف واحدة. فاهم؟ لكن في الواقع انزيمات التضاعف في الاوليات غير الحقيقيات، وفي الواقع عشان يبقى الكلام اكثر دقه البلمار نفسه. لكن الربط واللولب واحد. يعني في فرق ما بين انزيمات البلمره بتاعت الدي ان اي في الاوليات والحقيقيات مختلفين. لكن انزيم اللولب والربط واحد. يبقى انت فهمت المعلومه دي. خلاص؟ انزيمات البلمره في الحقيقيات غير الاوليات. وصلت المعلومه دي؟ متاكد يعني انت بعت المعلومه دي. انزيمات بلمارة الدي ان اي زي بلمارة الار ان اي برضه كانوا مختلفين. الكتاب ما تطرقش لحتة بلمارة الدي ان اي، لكن فعليا انزيمات بلمارة الدي ان اي في الحقيقيات تختلف عن الاوليات اصلا. هنا انواع وهنا انواع غيرها. طب سؤال وكتاب 49 بيقول لي ايه؟ قطعة من شريط غلس وجال قطعة من شريط، كان ريحني وجال شريط. أول ما يقول قطعة أنت على طول تطير وتعتبرها شريطين وتحل غلط. خلي بالك قطعة من شريط يعني هي ايه؟ شريط. طيب شريط وعطيك العدد، فانت هتجيب العدد في الشريط اللي في وشه.
وتنزل تعد الأشرطة اللي تحت. يعني ده معناته ان الديب 3 والسيب 2 والاب 1 والجيب 2، تمسك كل شريط وتعد الاي والجي والسي والتيت اللي جابها مين ده. طيب سؤال 50، فقاعة التضاعف بيقول لك مين الغلط؟ مين مين الغلط؟ لان المفروض تبقى جوه، لان لما اجي اقسم الشوكه هلاقي ثلاثة، يبقى مين دي هي خمسة بتبقى جوه. يبقى بيقول لك مين الغلط في فقاعه التضاعف اللي في وشك؟ الشكل مين؟ بي. سؤال 51، مين غلط؟ ده الغلط، لان في تحول بكتيري حصل وبكتيريا لسه بقت حيه، على الرغم ان انا استخدمت انزيم مين؟ دي اوكس ريبونيوكليز. لكن الدقيق كلهم صح، خلي بالك اللي كان بيسالنا على الانزيمات اهو، كل الانزيمات واحد واثنين وثلاثه ملهاش اي لازمه. واحد اشتغل حللها يعني، لكن بص اثنين وثلاثة ما بتعملش حاجة لمين؟ للدي ان ايه. وصلت؟ رقم أربعة، المفروض الإنزيم كان يحلل الدي ان ايه بتاع مين؟ اس، لكن هي لازالت حية، يبقى الكلام ده ايه؟ غلط. مين الروابط الأضعف في الدي ان ايه؟ الروابط الهيدروجينية. شايف بقى المعلومة اللي بيقولها؟ بين ذرات النيتروجين والهيدروجين، ما أنت فهمت بقى إن الرابطة الهيدروجينية بتبقى ما بين الإن والان الناحيه الثانيه، او ان ومين؟ او. هي اتش في النص بين ان وان، او ان او. فانا فهمت ايه اللفظ لما يقول لي ذرات النيتروجين والهيدروجين لقاعدتين نيتروجينيتين، يعني ده معناه ان الاتش محصوره بين ان وان. السؤال اللي قدامك بقى بيقول لك مين الاصلي؟ انت بالجديد هتجيب الاصل اللي بيكمله يمين وشمال ازاي؟ هو بيقول لك ان في واحد جديد في سي وجي، يبقى ده معناته ان الجديد كان في جي وسي، وواحد جديد في تي اي جي، يبقى ده معناته كان في اي تي سي، صح؟ الاجابه ده. انت بالقديم بتجيب الاصلي وتكمل الاصل بقى، تلاقي الاجابه الصحيحه مين؟ ده. سؤال 54، بص 54، عايز اظبط في حاجه. جاب لي شريط في فوسفات على رقم 5، 54 شريط في فوسفات على رقم 5، وشريط في هيدروكسيل على رقم كام؟ 3. انا كده محتاج ان اعمل ايه؟ اربط، يبقى انزيم رابط. ايه بقى اللي انا عايز اوضحه؟ بص يا شباب، دي ربط كده، ربطت طالما كاتب شريط يمين وشريط شمال يبقى ربط، حلوه دي. لكن لو كاتب شريط يمين او شمال والنيوكلوتيد الناحيه الثانيه يبقى بربره. بص العمليه دي انا ربطتها صح؟ البرمره يعرف يعملها لما بيوصل النيوكلوتيد بالشريط اللي بيبنيه. يبقى طالما كاتب شريط وشريط يبقى دي بربط. لكن لو الناحيه بدل ما يكتب شريط كتب ايه؟ نيوكلوتيد. يبقى هنا بيركب النيوكلوتيد الجديده. ساعتها عارف انه يحط النيوكلوتيد فين؟ اليمين ولا الشمال؟ غلط، اليمين. اللي هو بيركب 5 الجديدة على 3 القديم. يبقى ده عشان كان يكون انزيم البرمرة كان على الشكل اليمين، بدل شريط يكتب نيوكلوتيد ساعتها كان يبقى ده انزيم برمرة الدي ان ايه. يبقى لو على اليمين بدل كلمة شريط دي ان ايه كتبت نيوكلوتيد الدي ان ايه، كان يبقى الانزيم ده انزيم ايه؟ برمرة الدي ان ايه. لكن شريط مع شريط يبقى الانزيم ده انزيم ايه؟ ربط. في مشكلة صغيرة تاني بقى، هو مقين الفوسفات، الربط لما يجي يربط لازم الفوسفات عليه او اتش، لان الربط هيسحب او اتش من ناحية و اتش من السكر ويطلع مية. ايه؟ غلط كيمياء عضوية. مش مشكلة. بص بقى، شايف كانت المفروض تبقى ايه؟ او اتش. هنا كنت ممكن اسيب او سالب، لان انا اتفقت معاه الفوسفات اللي في النص بيبقى عليه سالب واحد. فاكر الفوسفات اللي بين النيوكليوتيدات بيبقى عليه سالب واحد، بيبقى متقين واحده. الضرب بيبقى عليه سالب كام؟ 2. هنا المفروض كنت انا هحط لها اتش. ليه؟ عشان الناحيه الثانيه السكر اللي عليه مين؟ او اتش. انا هنا بقى انزع من هنا، بص، فهتلاقي ان الاو بتاعت السكر هي اللي قاعده. هو الانزيم بينزع ميه وبيصنع ربطه تساهميه عن طريق ان هو من الفوسفات بياخد او اتش، ومن السكر بياخد مين؟ اتش.
فانت هتحط لي اتش هنا مكان مين؟ السالب دي، ودي سيبها زي ما هي، دي عادي هنا في سالب واحد، واحده مدينه. اما اللي فوق دي بديها اتش عشان الانزيم يجي يسحب ايه؟ او اتش من هنا واتش من هنا، وتلاقي ان الاولى قاعده عندك. بص في الرسمه الاولى قاعده بتاعت مين؟ السكر. طبعا اللي هو صاحب الانزيم ايه؟ الرب. سؤال 55، شكل واحد واثنين، يلا عشان تخلص. انتوا برضه وراكم مصدر؟ يا راجل بره جاي في غيرهم. الفصل الثاني يلا يلا حسين يلا حسين. سؤال 55، سؤال 55، شكل واحد بيج اتنين، عايز سرعة. يلا يا جماعة سؤال 55، شكل واحد بيج اتنين مع مراعاة ان الطول ما اتغيرش، يعني انا ما شغلتش انزيم بالمرة، انا هنا شغلت ربط بس، عشان كده تبقى الروابط تساهمية بس. ليه؟ الربط دايماً تساهمية بين القطع، دي قطع ربطتهم، لو الطول زاد هيبقى مين اشتغل كمان؟ بالمرة، ساعتها كده يبقى تساهمي وهيدروجيني. فهنا السؤال الطول ثابت وربطنا ايه؟ قطع، قطع ديني، يبقى الانزيم اللي شغال رب في التضاعف يبقى بيسمع انزيمات ايه؟ روابط ايه؟ تساهميه. هو هنا زود؟ لا ما زودش. انا عارف ان كلامك صح. كلامه صح ازاي؟ انا مش شايف. ما ممكن يجي يقول لي عمل ايه؟ زود من ده. فاهم؟ ما ممكن يقول لي اصلاح ايه؟ عيوب، خصوصا ان انت مش مبين لي مين السكر ومين الفوسفات واللي ناقصه دي رابطه ولا حاجة. السؤال ده بالظبط هو كان جايبه قبل كده في الملخص، بس كان رسمه بالرسمة اللي فوق. فاهم؟ يعني نفس الرسمة اللي فوق حاططها هنا، عاملك ايه؟ فوسفات وإتش وسبحين تانية. فاهمني؟ ويقول لك مين الانزيم كده السؤال بيجي أدق، لكن باللي بنساب ده أنا مش عارف دي واحدة بايظة هصلحها ولا دي أنا هربطهم. لا مش ينفع يا ابني، تاخدها ببساطة ده انزيم ايه؟ ربط. بس انت عارف ان المفروض انا لو اجيبه باكثر دقه كنت اجيب الشكل ايه؟ اللي فوق واحطه هنا. لان الشكل اللي فوق يبقى باين فوسفات ركب على او اتش. انا هنا مش عارف اصلاح عيوب ولا تضاعف. طيب. سؤال 56. الاجابه ليه طبعا؟ 56 ده ليه رب؟ ليه رب؟ بص قال لك اضفت الجزيئات دي منين للخليط مع من بعض المواد اللازمه لعمليه التضاعف. بعد ما خلصت طلع شريط كامل متزاوج مع قطع، يبقى ناقص انزيم الربط. طبعا سؤال غير عقلاني. ليه؟ العمليه دي ما بتتمش غير جوه خليه حيه. جوه خليه حيه انا ازاي عملت ده في خليه بره؟ وازاي حطيتهم من غير انزيم ايه؟ ربط. انا لو اعملها بره يا ريت اعملها في البي سي ار وما كانش الجزيء كله وكان بيطلع كامل. فاهمين؟ هو بس انا عايز يوصل لك فكره، يعني لو مش ربط يبقى مالهم؟ مش هتربطوا مع بعض. مفيش غيرها طيب، مفيش غيرها. طيب سؤال 57، س ص د ج ل اكيد الشطر طويل ولام عين ده لسه مبني وببني في اتجاه عين، صح؟ ليه؟ بركب على الجانب عند طرف 3 وهو ده ابني اللي بيكمله من 5 ل 3، يعني الشديده اللي هركبها هركبها على مين؟ عين، صح؟ بركب فوسفات الجديدة على 3 السابقة لها، يبقى إذا الجديدة لما هتركب هتركب على 3 اللي عند مين؟ عين. السؤال الأخير صفحة 123 ده سهل جدا، الإجابة بيه؟ لا ما ينفعش يبني من فوق. إزاي يبني من عند 5؟ ما ينفعش. ما بيبنيش من 5، بيبني من 3.
السؤال 59 شوف التضاعف وقاع التضاعف، عطيك رقم قلت لك بالرقم تعرف تجيب كل الارقام. هو عطيك رقم من جوه الشوكه تقدر تجيب الارقام اللي براها كلها. عارف ده معناته ايه؟ عين تبقى 5، س تبقى 5، ص تبقى 3. بص كده، ص 3، عين 5، س 5. الخمسه اللي هو كاتبها فوقيها 3، جنبيها 3، فاهم؟ الخمسه اللي مكتوبه جنبيها من الناحيه الثانيه 3، فوقيها كام؟ 3. من الطرف اللي هناك خالص 5، ص كام؟ 3. هو برقم واحد قدرت اشوف كل الارقام. الإجابة الصح تبقى إيه؟ د. سؤال 60، مين بيحافظ على المسافة؟ نوع القواعد النيتروجينية اللي هي درجات السلم اللي هما الثلاثة، حلقتين وحلقة. سؤال 61، W ذات حلقتين و X ذات حلقة واحدة، عاملين ربطتين، واحدة A وواحدة T، Y ديوكسريبوز ذات فوسفات، د مش محتاج كلام السؤال ده، أ ب. سؤال 62، 62 لام دي فوسفات، عين ايه عندي؟ الاول فراس السكر، عين الاول فراس السكر، سين ده الفوسفات اللي واصل بالكربونه 3، سين الفوسفات اللي واصل بالكربونه 3 اللي تحته، صاد هي الكربونه 3. لا هو مش الاو اتش، هنا صاد الكربونه بقى. هو بقى بيسالك مين الشبه الطرف 3؟ صاد. صاد اللي هي مين؟ سين رابطه 900. اي طب هي رابطه 900 بين مين ومين؟ طيب هو بيقول لي يشير للنهاية 3 مرات. طيب واي، واي بيفك التفاف اللولب. خلي بالك اللولب لسه ما اشتغلش. الإجابة جي، أنا لسه ما كسرتش الروابط الهيدروجينية، هو لازال لولب مزدوج. بس الراجل كان المفروض يحط لي A T G C عشان يبان إن هما مرتبطين. طب ما انا ممكن اقول اتفتحوا كده برضه، بس هي واضحه الشوكه لازم يبقى بان ان هم بعدوا شويه، لان انا كمان مش عارف انت كده بيقدر ان هم بعاد هم. لا بس هو في دماغه فكره ان يقول لك ان الانزيم اللي بيشتغل من بره، شايف الواي شغال منين؟ من بره، ده بيفك التفاف اللولب، وده بيشتغل قبل اللولب، اللولب لسه ما اشتغلش. هنا ده اللي حول الكروماتين المكثف الى النيوكليوسومات. يعني الإجابة هي مين؟ جي. الفيروسات ذات المحتوى ار ان ايه معدل عالي من التغير الوراثي. سؤال جي طبعا. بص ده، رسم لي كيمياء، كيمياء ما شفتهاش قبل كده غير لما انا رسمتها لك. احكي لك حصل ما حصلش ايه؟ طيب ا ب ج د، ا سكر مين ده؟ ديوكسريبوز، ج ريبوز، ب وده قاعدة ذات حلقتين، فاكر لك قعدت ارسمهم لك بقى واقول لك فيهم اربعة نيتروجين وفيها اثنين نيتروجين، واحدة بيورين وواحدة بايريميدين، مين اللي بتبص بسرعة؟ البيورين اللي هي ب. بص يا جماعة، لو باظ اثنين في نفس الموقع في ذات الوقت، فأنا لما باجي أصلح عندي احتمال إني أصلح بواحدة من أربعة، يعني ممكن تصلح معايا تطلع صح. بيبقى احتمال الاصلاح كام؟ 25. يعني بص انا قعدت اقول لك مش 0%. بص يا جماعه 0% بقى الدنيا باظت. هو بيصلح بس احتمال ان هي تصلح معاه كام؟ 25%. لان انا بحط واحده من اربعه يبقى ممكن واحده منهم تطلع ايه؟ صح. بس راح واحد قال لي ايه؟ قال لي طب ما س وص عاملين ربطتين هم يبقى مظبوطين، يعني بقول لك غلط. ازاي؟ يعني هما لما الاثنين اللي في وش بعض باصوا الاثنين الجداد كان مصادف ان هما مالهم متكاملين. لكن انا في السؤال بقول لك ان الاثنين دول مالهم؟ غلط. فهمت ليه؟ يعني صادفت ان الاثنين استبدلوا في نفس الوقت. فبيجوا الاثنين اللي في وش بعض غلط. فانا عايز اصلح كم واحده؟ اثنين.
ايه اللي بيميز فيروس الانفلونزا؟ معدل طفرات حاجة. عشان ما تدرس سي اي خد عندك ده جزيء الدي ان اي، دي شكل القواعد النيتروجينيه والسكر وبين الروابط الهيدروجينيه في النص. وتعالى اما احكي لك، شايف الفوسفات مين؟ ده فوسفات طرفي عليه كم سالب؟ 2. الفوسفات الطرفي بسالب 2، فاكر دي؟ طب والفوسفات الوسطي سالب 1. الفوسفات اللي مش واخد رقم اللي هو بين لام وميم ده عليه كم واحده سالب؟ سالب 1. اصل انا قعدت اقول لك بقى اللي بيحمل السالب هو مين؟ الفوسفات. اصل هو بيتقيم، هو بيبقى عليه او اتش، بتطير منه الاتشات وبيحمل شحنات ايه؟ سالبه. فهو السؤال بقى بيقول لك مين شايل سالب؟ مين؟ طبعا ميم تنفع، وتنفع الفوسفات اللي ما بين لام وميم. الفارق بس ان ميم عليها سالب 2 عشان دي طرفيه، اما الفانوس عليها سالب ايه؟ 1. سؤال رقم 2، ذره الكربون 5 في التركيب عين ترتبط بايه؟ بص دي 5 صح؟ طيب 5 ترتبط بالتساهمية مع الموم. 5 ترتبط بالتساهمية مع مين؟ مع الموم. أو بتساهمية مع السي 4 تحديدا. يبقى 5، لا ده ممكن عارف ترتبط مع مين تاني؟ ما تنساش هنا في مين؟ لا مش فاهم. يعني رقم 5 دي ترتبط برابط تساهمية مع 2 اتش ومع كربون 4 ومع الموم. تكافؤ رباعي. طبعا انا ما لقيتش او لان هو مكتوب عندك رابطه هيدروجينيه، فالاجابه الصح هي جيم مع ذره الكربون برابطه تساهميه. الكربون رقم كام؟ 4. السؤال اللي قدامك يا جماعه، الشكل اللي قدامك ده ضوء اليو بي، ده التي تي اصلاع عيون، استقص الحته اللي بايظه لما اتعرضت لضوء اليو بي شيلها وركب بدلها واحده سليمه. انزيم البرمره اللي بيعمل كده اصلاع عيون، ودي بسبب التعرض ايه؟ ضوء الشمس. ما مدى صحه العباره؟ بتزيد كميه الدي ان في البنكرياس والانسان دي كتير غلط. لا يوجد اي علاقه بين رقي الكائن الحي وبين كميه الدي ان في البنكرياس. غلط. الشكل اللي قدامك بالصبغ انت حكايه نواه، ودي حبيبات طرفيه اللي اسمها تولينين، موجوده في حقيقيات النواه فقط مش في جميع الكائنات الحيه. وهذا يؤكد ان الكروموسوم فين بس؟ في الحقيقيات بس. الاوليات ما كانش اسمه كروموسوم، لكن الكروموسوم كان عليها حاجتين. وهي تتابعات لا تمثل شفره ومعلومه الوظيفه. بها. سؤال 72، بكتيريا. رقم 1 بلازمين. ملاحظ البلازمين نسخه او 2 او 3 او 5 عادي يعني، بيجينا من الناس. رقم 2 ده الدي ان ايه الرئيسي. خلي بالك ملتف بس مش معقد، فاهم الفكره؟ لازم يبقى ملفوف عشان ياخد مساحه صغيره بس مش معجلينه. الاجابه الصح جي، حلقي ولا يتعقب بالبروتين، ملفوف ولا يتعقب بالبروتين. فالاجابه اليمين جي. ايه اختلاف 1 عن 2؟ عدد الجينات. جينات البلازميد اجل من جينات ايه؟ الرئيسي. هتقعد تتكلم على جينات البلازميد جيناته مالها اقل. اكيد مش نوع الحمض النووي 2 دي ان اي، واكيد مش نوع الانزيمات، الانزيمات الضعف مالها واحده. واكيد مش مجموعات فوسفات حره الاثنين ما فوقش. سؤال 73 سهل خالص، هو عايز يقول لك الدي ان اي ربطناه ببروتينات هيستونيه وغير هيستونيه. الاجابه اللي هي مين؟ ب. وعمليه ألف دي تكثيف، ايه تكثيف وبي فك، وكانه عايز يقول لك ايه؟ اثناء بناء الار ان اي والدي ان لازم نفك الاتفاق ساعتها قلت لك، بس في الار ان اي ما بفكوش كله، الحته اللي فيها الشيل فاكر؟ كان يجي انزيم برمره الار ان اي يفتح يشتغل هنا في التاني، اما في التضاعف بنفكه كله، ومش كله في نفس الوقت، حته حته لفكها اضاعفها واقفلها تاني. فاكر الحاله بتاعت واي تحدث في الذكور وتنتقل ما بين الذكور. ألف. السؤال ده بقى، طفره جينيه في كائن يتكاثر لا جنسي لازم تكون حقيقيه.
طفرة جينية في كائن يتكاثر لجنسي لازم تكون حقيقية. بتاعت ايه؟ سؤال كام؟ بقول لك ايه؟ ما بقول لك طفرة جينية حدثت في كائن يتكاثر لجنسي، الطفرة دي لازم تتورث. ليه؟ اللي ده مسمى ميتوزي، فاللي باظ هيفضل قاعد في كل طالب، بعكس الميوزي. الميوزي اللي باظ ليس شرط يستمر في الإطالة. يبقى الطفرة الجينية لو حدثت في اللي بيتكاثر لا جنسي كله يطلع فيه، لأن الدين لما باظ جين كله طلع جينات بايظة، لأن هما نسخة تبقى أصلا مع بعض من بعض. سؤال 76، قبل ما أشرح سؤال 76 ما تنساش تفتكر حالة أنيميا خلايا الدم المنجلية، نفس الفكرة. إيه اللي حصل؟ حدث استبدال ميوكلوتين، نتج كودون جديد لحمض أميني جديد. في استبدال، لما بيجي سؤال زي كده عارف بقى اعمل ايه؟ اعد اقارن اشوف مين اللي اختلف. لقيت واحده استبدلت بواحده ثانيه، يبقى هنا الطفره جينيه استبدال، كودون جديد لحمض أميني جديد غيرت خواص البروتين. تعال نشوف تغير بنيه المستقبل. طفره صغيره غلط، هي طفره جينيه. إضافة نيكلوتيدة غلط، هي استبدال. تلف في قاعدتين مجاورتين غلط، في وش بعض. تغير تركيب البروتين، ليه؟ طفرة جينية استبدال كودون جديد حمض أميني جديد، شبه أنيميا خلايا الدم المنجلية بالظبط. الشكل اللي قدامك. آخر سؤال حضرات، التهجين بتاع التكاثر غير التهجين بتاع الدي إن إيه. وقعدت أقول لك كده، تهجين الدي إن إيه بتاع سخن وبرد بحث علمي، تهجين التكاثر بخلط سلالات نباتيه مختلفه للحصول على صفات مرغوبه، ده تهجين التكاثر اللي هو انا جايب سلالات قريبه من بعض اخلطهم اخليهم يعملوا تكاثر مع بعض حبوب لقاح مش عارفين عشان يديني صفات ايه جديده. ده اللي حصل، هو راح بدا يخلط ما بين امشاج نبات مع نبات تاني، كانت هنا 4 نون وهنا 6 نون طلعت 7 نون، يبقى دليل ان 4 نون ما كانش مكسر قاعد زي ما هو، والستة نون مكسر بقي كام؟ 3، اتخلطوا بقي كام؟ 7. ده التهجين بتاع النبات، ده التهجين بتاع النبات اللي هو دور الانسان في اكساب النبات مناعه. دي كان التهجين بتاع النبات اللي عايز اطلع سلالات جديدة تقوم الامراض. لكن تهجين الدي ان ايه لا ملوش علاقه بالكلام ده.